الحمد لله ربنا يعني كل جهودنا من اول البطوله ان احنا حاولنا عملنا نتيجه كويسه، ان احنا من اول البطوله بنكسب كل ماتشاتنا وعاملين نتيجه كويسه جدا، وفي النهائي الحمد لله ان هو ده نهائي بترول خالص، والحمد لله على النتيجه دي، وان شاء الله القادم افضل ان شاء الله. النهائي كان بترول، وانا عايز اقول ان احنا في بطوله كره اليد يمكن كل الايفنتات سواء في العمومي او في الرواد او في الشاطئيه كانت الغلبة لشركات البترول، لانها بتشترك السنه دي لاول مره، السنه اللي فاتت ما اشتركتش، فشركات البترول بتشترك السنه دي. طبعا امكانيات شركات البترول بتؤهلها انها يعني تعتني بالرياضه، ولذلك كل اللقاءات بين شركات البترول بتبقى حماسيه جدا. النهارده كان اللقاء بين التعاون البترول وبوتاجازكو، كان لقاء ساخن جدا. بوتاجازكو اضاع فرص كتيره، انما التعاون كان مركز واستطاع ان هو ينهي الشوط الاولاني لصالحه، وانا ايضا الشوط الثاني لصالحه. البطوله كانت بتبقى على مدى 12 يوم بسبب طبعا لائحه الكورونا، وال يعني الحقيقه الاحتياطات، الوجبه علشان خاطر طبعا ما يحصلش اي مشاكل من هذا الوباء، خليناها على مدى شهر بحيث ان تبقى العاب زي النهارده. كرة اليد انتهت، هنبدا من بكره السله والطايره، يعني العاب اللي هي الاندورز اللي هي الصالات وخماسيات القدم، البلياردو، فعشان كده بناخد شهر. الحقيقه بتتعدى الوقت يمكن 16,000 لاعب، ده غير طبعا الاداريين والمدربين والخدمات المعاونه. فالحقيقه يعني ان يعني في خلال 15 سنه بتستضيفها مدينه بورسعيد. طبعا ده ناتج لمجهود ومجهود مدرب ومجهود لعيبه وتفرغ للبطوله ديت، والحمد لله ربنا كللها بالنجاح، ومبروك علينا وعلى التعاون الفريق ده. الحمد لله رب العالمين، يعني احنا انا رجالتي هم نفس الرجاله، احنا حاملين اللقب 12 مره قبل كده بفضل الله، والسنه اللي فاتت غبنا على البطوله للظروف خاصه، الحمد لله رجعنا تسعدنا البطولة للمرة ال13 الحمد لله في تاريخنا من ساعة ما بدينا الفريق، فريقنا كلها رجالة. بشكر طبعا من أول أستاذ أيمن نجيب رئيس الشركة لكل الناس اللي وقفت ورانا ودعمتنا، وبشكر كل لعيب في الفرقة تعب وشقي وعمل المجهود ده. الحمد لله الدنيا ماشية، يعني الحمد لله، واحد نهدي البطولة دي للأستاذ أيمن نجيب رئيس الشركة، المهندس أيمن نجيب رئيس الشركة، والروح الاستاذ ايمن حسن والكابتن نبيل شاهين، فربنا قدرنا ان احنا رغم الظروف اللي احنا كنا فيها، حصل قبل البطوله تغيير مدربين عندنا، فقدرنا ان احنا نمشي بالخبرات بتاعتنا يعني الحمد لله. والله احنا بدانا التصفيات بتبقى في اسماعيليه وفي بورسعيد وفي كده، اخرها دلوقتي اخرنا في بورسعيد، لما في بدايه البطوله بالظبط كده بنلعب ماتشين وعلى الصعود، وبعد كده بناخد الاول بيلعب الاول على النهائي زي النهارده، والحمد لله ربنا كللها بالمكسب في الاخر، والحمد لله ومبروك لشركه تعاون البترول كلها يعني.